تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. والوصل والإرسال إن تعارضا كلا نكاح الحكم للوصل رضا، كأخذ رفع مع وقف جائي، قيل رواية مع الإفتاء. المحكم ومختلف الحديث والمنسوخ. إن سلم الحديث من معارضي فمحكم أولى فجمع ارتضي، إن لاقى أولى فالأخير ناسخ، والغير منسوخ بنقل راسخ. فر ولا يرد ولا عدو ولا، كنت نهيتكم فزورها تلا. رجح إذ الأخير ليس يعلم نكح ميمونة وهو محرم. عن ابن عباس روى الشيخاني ما لأبي رافع ذو رجحاني.